ديت حتى الدار جارنا. بالنسبه خويا كنجي من الخدمه خويا تلاقيت مع الوالد ديالي قلت سولت سمعت قالت لي راه واحد السيد جاركم داك يوسف مسكين غندوري هو يوسف غندوري كان مسكين طاحت عليه مسكين بالدار دابا راه باقي مساكن باقي تحت الانقاض. السيد هذا خويا كنعرفو عليه انه دري درويش و تا خويا هاد الناس ما بغاوش يديروا معنا حل في هاد المدينه القديمه خويا والناس ناسي شي صراحه موجه غير فابور وصراحه ما نكذبش عليك ماشي هو الاول ماشي هو الاخر كاينين الناس مساكنين هنايا ضروري بزاف. بالنسبه خويا راه في در معيزي بوسبير فين ما كتشوف كتقاد ديور تيطيح خويا الدار طاحت اليوم اخويا فين هما هاد الحقوق فين هما تيقول 25 مليون تجيب دار 25 مليون شناهو نبقاو عايشين حنا في هاد الشيء تطيح عندنا الدار حتى حنا واحد النهار بحال هكا تنموتوا يديرنا شي تاوي فين هو المسؤول تيقول لك المسؤول 25 مليون تشري دار فين هي 25 مليون غنجيبوها نمشيو نشفروا تشفر تمشي للحبس طايف تمشي للحبس اي حاجه تمشي للحبس طاح الدار دابا تتشاوي ما داروا معانا اولاد الناس مولين اولاد الدرب مولين جبدوا عباد الله ما البوليس شنو ما باقي واحد حتى الان من 17 دابا باقي واحد باقي ما تجبدش باقي واحد باقي ما مجبودش راه هو طايح انت كنتي حاضر وكنا حاضرين مع ما فهمناش تاع بيش مع عمي تنشوف باق طاح هذاك الشيء طالع الخبره شحال من حاجه طالعه شنو هو تنموتوا حنايا ما فهمنا والو الدار شحال كان فيها من واحد؟ كانوا فيها جوج الناس الاخرين عرفوا وخرجوا. باقي واحد دابا هو اللي باقي عنده ولادو صغار باقي ما شاف ولادو باقي ما شافهمش باقي صغار. انا اخويا كنسكن هنا في المدينه وكما كنت عند دار جده غوتو عليا مع الصباح مع 7:30 ديال الصباح تقريبا. كاينين الضحايا الدراري هنا الناس اللي جاو جبدوا الصباح الدراري وداك الشيء دابا انا اللي على بالي جوج ديال الناس. فهمتيني ودابا راه كاين واحد جاو البوليس وجاو الناس ديال الوقايه وداكشي راه كيشوفوا فيهم كيديروا شي حوايج ما فهمتش من الصباح لدابا باقي السيد تحت باقي ما داروا معاه والو خصهم يديروا الناس حل حيت كاين الناس هنا اللي ما عندهمش فلوس ما عندهمش بزاف ديال الحوايج ما عندهمش كيفاش غيديروا كيتسناو تيشوفوا السقف غادي يطيح عليهم وتيبقاو يتسناو امتى غيطيح. الدار هادي نضنا في الصبحيه بكري نضت في الصبحيه بكري مع هذيك السبعه طليت من الشرجم ما بان ليا والو مشيت للطواليط وانا نسمع الانفجار سمعت الانفجار بغيت نقول هادي شي ما قلت شناهو واش كاين تنطل من الشرجم تيبان ليا البيوضيه تتبان ليا البيوضيه والدار هي امامكم الدار اللي طاحت يلا وراني جرات معاها دار تامي ودار سطيلات ودار اللاويسي هي اللي جرات كلشي حيت دار اللاويسي تسدات دابا 11 عام باش مسدوده الدار ديال اللاويسي شبعات ما من الفوق ما كاينه السلطات اللي عاد تحيدني من هذيك الدار كون حيدت لنا الدار هذيك السلطات كون حيدت لنا الدار ما نقولوش هانيه دار السلطات ما حيدتش لنا هذيك الدار خلاوه تشادي لي دازت راه طيحات كامله هذيك الدار طيحات كل شيء جاب الله فقنا في الصباح حنايا وهبطنا تنجريو هبطنا تنجريو هبطنا تيبان ما عرفناش من دار تيبان لنا هذاك الشيء الرماد بزاف ثلاثه ديور ماشي دار وحده ثلاثه ديور طاحوا دقه وحده والناس مدين هاد المولين الدار هاد السكن هادو راه قالوا لهم خويهم ها واحد ما انا ما قابل الكاميرا وما تيجبدوا فيه راه ما تيجبدوا فيه